مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من زينه بطعم البيوت على مدار ساعه ونص، فقرات متنوعه مع حضراتكم، نرجو انها تحظى باعجابكم باذن الله. معايا يوم السبت دايما نيفين القاضي، اهلا بك نيفين. اهلا بك يا نهلة، منوراني النهارده، واهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيهمنا طبعا ان احنا نبتدي فترتنا النهارده بان احنا بنهنئ كل المصريين بمناسبه ثوره 30 يونيو، واللي هيكون ليها نصيب معانا النهارده كبير في فقراتنا وفي لقاءاتنا. وغير كده طبعا معانا زي ما احنا متعودين دايما فقرات بتهم جميع افراد الاسره ويستفيدوا منها ان شاء الله. زي ما احنا متعودين بنبدا مع برنامج زينه، وبعد كده بنلتقي مع برنامج طعم البيوت. وبرنامج زينه او لقاء عندك ايه يا نهله؟ عندي لقاءات النهارده، اللقاءين بتوع النهارده عن النماذج المشرقه في المراه المصريه. جميل جميل. فبيقول ستاتك يا مصر وعظمائك يا مصر من السيدات والساده المصريه. الحقيقه يعني مصر هي مؤنث، هي بهيه، هي مصر، وبالتالي كل سيده مصريه بتعمل انجاز زي ده بنبقى سعداء جدا بيها، لانها بتمثل الروح الحقيقيه لمصر البهيه. الفقره الاولى النهارده هتكون عن فنانه جميله قائده للكورال، ويمكن قياده الكورال هو تخصص مش موجود بكثره في مصر. فطبعا ده يعني شيء جميل لانه مختلف عن قياده الاوركسترا، فهنتكلم عن الفن وعن قياده الكورال وازاي هي اول قائده كورال مصريه معتمده من المانيا. هنكتشف حياتها وتجربتها ونعرف ازاي اللغه العالميه اللي ممكن تقرب الشعوب هي فعلا لغه الموسيقى. جميل قوي الكلام ده، وفعلا فكره جميله جدا. نستمتع باللقاء ان شاء الله. اول لقاء عندي هيكون لقاء تليفوني، مكالمه تليفونيه مع النائبة سولاف درويش. هنتكلم فيه عن المكتسبات التشريعية لثورة 30 يونيو. طبعا في مكتسبات تشريعية كتيرة جدا أفادت كتير من الفئات المختلفة في مصر، ويمكن بالتحديد هنتكلم عن المكتسبات التشريعية اللي أفادت المرأة المصرية. ده هيكون أول لقاء عندي. أما لقائنا الثاني النهاردة في زينة، فبرضو مع السيدات المصريات العظيمات. والحقيقة أن كل محنة في حياتنا ممكن إحنا نحولها لمنحة، وده اللي حصل مع ضيفتنا الثانية النهاردة اللي تحولت من مهندسة كهرباء إلى مصممة ومطورة ورائدة أعمال في مجال الكروشيه. مش كروشيه كده عادي يعني هنقعد مع بعض نشتغل بإبرة وخيط وفقط، ولكن هي فعلا رائدة أعمال ولها خطوط إنتاج، وده شيء بنفخر بيه جميعا. هنلقي الضوء على تجربتها النهاردة بإذن الله. وفي لقاء النهاردة الثاني في طعم البيوت هنتكلم فيه عن دور الفئات المجتمعية المختلفة في إطار ثورة 30 يونيو. طبعا كان في دور ما قبل الثورة ودور ما بعد الثورة، من فئات كتير قوي في المجتمع المصري تضافرت علشان تقدم هذه الفكرة اللي أنقذت مصر في هذه الفترة. الفئات مختلفة، ويمكن بالتحديد هنتكلم برضو عن دور المرأة المصرية والشباب ودور الإعلام اللي قدر إن هو من خلال تغطياته المستمرة طوال هذه الفترة ان هو يحافظ على الهوية المصرية. تعالوا مع بعض اعزائي المشاهدين نبدأ اول لقاء عندنا النهاردة من خلال برنامج زينة وزميلتي نهلة بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم. الموسيقى هي اللغة العالمية التي يفهمها شعوب الأرض، يعني احنا ممكن نتكلم لغات كتير، ألسنة كتير، لكن في النهاية بنسمع قطعة موسيقية، سواء كنا في أوروبا أو استراليا أو في إفريقيا، كلنا ممكن نستمتع بيها، حتى لو مش فاهمين معاني الكلمات اللي بتغنى، لكن في النهاية هو ده الإحساس الإنساني اللي بيخلينا سعداء. ومصر قوتها الحقيقية، ودايما بقول ده، هو في الإنسان المصري. فالإنسان المصري والقوة الناعمة هي دي اللي خلتنا ننتشر من المحيط إلى الخليج ونكون مصر القوية الجميلة البهية، والموسيقى جزء لا يتجزأ من قوتنا الناعمة. ضيفتنا النهاردة بتمثل هذه القوة الناعمة، هي يعني تعلمت الموسيقى والغناء منذ الصغر، وده كان شغفها اللي جريت وراه وحلمت بيه وتعبت عليه لغاية ما أصبحت أول قائدة كورال مصرية معتمدة من ألمانيا. خلينا نقرب من تجربتها ونتعرف عليها بشكل أكبر. برحب النهاردة بالأستاذة إنجي لطفي، قائد كورال مصرية ومؤسسة مركز أرتوبيا للفنون. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. بدايه عشان الناس بس يعني تفهم الفرق بين قياده الاوركستر وبين قياده الكورال، لان هو بيشوف قائد واحد الاوركسترا عاده في الحفلات يعني. تمام. في البداية أحب أشرح أن الأوركسترا طبعا احنا كلنا عارفين هي بتبقى مكونة من آلات موسيقية، وبيبقى واقف قدامها قائد الأوركسترا اللي بيقود المقطوعات الموسيقية اللي بتتعزف.
على اختلاف بقى مع الكورال. الكورال بيبقى مجموعة من سواء أطفال أو كبار، مجموعة كبيرة واقفين بيغنوا، يعني مش شرط يكون في آلات موسيقية، ممكن بس يبقى الصوت هو الأساس في الحفلات أو في الحاجات اللي بتظهر يعني فيها الكورالات. ودي كمان محتاجة قائد، ومش شرط يكون اللي بيعرف يقود أوركسترا هو يكون بيعرف يقود كورال، لأن كل تخصص مختلف، لكن ممكن طبعا حد يدرس الاثنين ويبقى عنده القدرة أنه هو يقود ده وده. فأنا تخصصت أكتر في قيادة الكورال، لأن يعني اهتمامي أكتر كان بالغنى وإزاي أقدر أوصل ده للأطفال والكبار. جميل. بس بداياتك كانت مع الموسيقى. بالضبط. اتعلمتي كذا حاجة، شغلت كل حواسك، يعني أنا انبهرت. عادة بنتعلم حاجة واحدة في الآلات الموسيقية، فأنت علمتي بيانو، صح، الأنامل، تعلمتي كمان، فاستخدمتي حاجات كتير، الفلوت والنفس، حاجات كتيرة ومتنوعة. رحلتك مع الموسيقى بدأت وانت عندك 7 سنين. مزبوط. كلميني عنها. أنا بدأت وأنا عندي 7 سنين. مامتي اكتشفت في يعني إن أنا بحب الموسيقى وبحب أسمع موسيقى وبحب أغني، فبدأت توديني أساس كل الآلات هو البيانو. هو اللي بيدينا الفرصة إن إحنا نتعلم حاجات كتير عن الموسيقى وكمان عن الثيري، ومش بس الحاجات البراكتيكال، لكن قراية النوتة نفسها في البيانو بتتيح بعد كده إن واحد ممكن يروح آلات تانية كتير ويتعلم حاجات تانية اكتر باكتر سهوله، يعني لما يكون متعلم بيانو. فده اللي انا بدات بيه وكملت فيه فتره طويله، ولسه طبعا بلعب بيانو. وبعد كده اتجهت في النص بقى، عزفت كمانجا، عزفت، يعني جربت حاجات كتير. وده اللي انا شايفه ان هو دايما مهم، ان الاطفال يعني يجربوا حاجات كتير جدا، لان مش شرط يكون الحاجه اللي الاهل بيختاروها هي الحاجه الصح اللي الطفل لازم يكمل فيها. صحيح. يعني مامتي خلتني اجرب حاجات كتير جدا، وانا يعني استمريت على البيانو لحد ما اكتشفت من خلال المدرسه الالماني اللي انا كنت فيها، دخلت الكورال وبدات احب الغنى زياده شويه عن البيانو كمان، وده بقى الاتجاه اللي انا كملت فيه. جميل. كل الاطفال يعني بيحلموا بانهم يغنوا، ده برضو حلم كل الاطفال، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيدي الموهبه لناس معينه. برضو تجربتك مع الغناء، وانا عارفه انه يعني الرائعه نيفين علوبة في الاوبرا كانت من الناس اللي يعني برضو اشتركت في تدريبك يعني وتعليمك في البدايه. نيفين علوبة كانت الشخص الملهم بالنسبه لي، اللي انا رحت له لما اتجهت للغنى، واخذت معاها حصص لسنين كتيره، يعني هي اللي اسستني في الغنى الاوبرالي تحديدا، ولحد دلوقتي انا مستمره، يعني شايفه ان اساسي ان حد يكمل يشتغل على نفسه حتى لو كان وصل لمستوى معين، دايما في جديد نتعلمه. فلحد دلوقتي باخد حصص مع يعني مش بس مع يعني نيفين علوبة، بقالي فتره ما اخدتش معاها، لكن مع شريف الضبع في فوكال اكستريم. ايوه. هو بيساعدني دلوقتي ان انا اتعرف على انماط تانية من الغنى، مش بس الغنى الاوبرالي، لان ده طبعا برضو هيساعد في الكورال ان هو ما يكونش واخد نمط واحد. جميل. يعني نيفين علوبة لها مدرسة فابريكا. مظبوط. وانتي برضو ليكي دلوقتي ارتوبيا. مظبوط. انا سعيده بده، لانه يعني هي بتبقى فكره ملهمه ان احنا نعلم الناس، نشجعهم، نقول لهم في مكان ليكوا كراقصين وعازفين ومغنين، احنا مصر محتاجه ده. بالزبط. فهل ارتوبيا ده برضو مركز الفنون لكل الفنون ولا الغناء فقط؟ لا، هو ارتوبيا فكرته جت يعني من 2015، انا فاتحه مكان وما حبيتش ان انا اعمل فيه تخصص واحد الموسيقى، عملت فيه كمان تخصص مسرح ورسم، لان انا شايفه إن الطفل لازم يشوف كل الأنماط من الفن، مش بس الموسيقى، لأن جايز يكون موهبته في حتة تانية. يعني مش شرط إن أنا أهلي قالوا لي أنت عندك حس موسيقي يبقى أنا ما عنديش في الحاجات التانية نقطة قوة، لا، ممكن يكون عندي نقطة قوة في حتة تانية، وده ممكن يكون مع الوقت يخلي الأطفال يكتشفوا هم حابين يدرسوا إيه، يمكن يكون دراستهم مختلفة خالص عن اللي الأهل متخيلينه. يعني دايما الناس بتعتقد كده في صورة ذهنية خاطئة من الاستيريوتايبس اللي احنا عايشينها، انه الفن الاوبرالي ده الاليت، لا، احنا مش هنروح الاوبرا، احنا يعني احنا لازم بقى سموكن ولازم يعني نلبس مش عارف ايه ومش هنفهم اللي بيتغنى. انت نزلتي بالفنون دي الى الصعيد، وده مهمة القائمين على الفن، ان احنا نروح لهم لغاية عندهم، وما نصدقش كلمة انه الجمهور عاوز كده، لا، الجمهور مش عاوز كده، احنا ممكن نرتقي حتى بذوق الجمهور لو الجمهور عاوز حاجة تانية. فكلميني عن تجربتك في ده، وازاي ممكن نقرب الفن الاوبرالي والموسيقى الراقية الى الناس ونصل بها للمحافظات وللصعيد. أنا بعد ما رجعت من دراستي في ألمانيا، جمعية الصعيد كلمتني علشان أقوم بتدريب الكورال في الصعيد،
وفعلا رحت هناك وعملت حاجه زي تي او تي، ان انا اشتغلت مع المدربه وقائده الكورال هناك، بحيث ان انا اديها برضو معلومات ومعلومات من يعني معلومات من الحاجات اللي انا درستها في قياده الكورال. واشتغلت بقى مع الاطفال كمان، هم مش اطفال بس، هم اطفال وشباب بيغنوا بطريقه معينه المتعارف عليها في مصر، لكن كان ناقصهم تدريبات معينه فتحت ليهم افاق. اعتقد ان هم استفادوا جدا من التجربه، لان هم بداوا يتعرضوا لنوع اخر من التدريب الصوتي وكمان نوع اخر من الموسيقى. عملنا حاجات عربي، عملنا حاجات انجليش، يعني مش بس ما عملناش حاجات شرقي بس. ده هيخليني يعني اتكلم عن نوعيه الكورال اللي انت برضو يعني بتحاولي توجديها. الكورال هو كله صوت واحد، لكن انت ليكي يعني اتجاه اخر انك تعلي هناك اكتر من صوت في الكورال، فكلمينا ازاي ده بيحصل. هو الكورال المتعارف عليه عامه الموسيقى الشرقي ما فيهاش اصوات، يعني عاده بنغني صوت واحد، فده الشائع لما بنكون بنغني شرقي. الفكره في الغربي وده اللي موجود بره، ان بيبقى فيه هارموني، يعني مش بس ميلودي، لا فيه هارموني، صوت او اثنين او ثلاثه ممكن، حسب كمان في ولاد في الكورال ولا بنات بس، برضو ده بيختلف على حسب طبقة الأصوات الموجودة. فأنا بدأت أعمل ده مع الأطفال، لأنه يعني صعب شوية على السن الصغير إن هم يفهموا فكرة الهارموني ويغنوا بشكل مظبوط، بحيث إن الصوت يطلع في الآخر ما ناخدش بالنا إن في كذا صوت في نفس الوقت، لكن هو في الآخر إحنا يعني مش فاهمين قوي اللي إحنا سمعينه، بس هو حلو لأنه هو في اختلاف في الطبقات. فده اللي أنا بدأت أعمله مع الأطفال، وفعلا كانت النتائج هايلة، لأنه إحنا مش متخيلين البوتنشل اللي عند الأطفال اللي ممكن نستغله. وأيضا يعني فكرة إن أنا أشتغل على حلمي بالمذاكرة، يعني ما هو الفن مش إن أنا أكون فنانة صوتي حلو فخلاص أفضل أغني، هفضل محافظة على الموهبة دي مسؤولية. فده خلاكي تسعي إلى الشغل وإلى الدراسة في ألمانيا، وبقيتي معتمدة من ألمانيا، بالتحديد الأكاديمية الفيدرالية للتربية الموسيقية بألمانيا. كلميني عن التجربة دي، خدت منك وقت قد إيه؟ وأعتقد أنت كنت غير الألمانية الوحيدة الموجودة ضمن المجموعة. حقيقي هو الدراسة دي بدأت قبل الكورونا على طول، وتعطلت بسبب الكورونا يمكن لمدة سنة ونص، لأن طبعا مجال الغنى كان من أكتر الحاجات اللي صعب الواحد يكمل فيها وقت الكورونا. أنا طبعا كنت بشتغل أوريدي قائدة كورال في المدرسة الألماني بجانب عملي يعني كمدرسة موسيقى، وكمان بجانب عملي في مركز أرتوبيا. فالمدرسة شجعتني جدا ان انا اكمل دراستي، لان انا كنت بعمل قيادة الكورال دي يعني بالمعرفة اللي عندي او بطريقتي انا في الغنى، لكن ما كنتش دارسة الموضوع يعني بشكل صحيح. فأتيحت لي الفرصة ان انا اسافر المانيا وادخل في البروجرام بتاع قيادة الكورال، وفعلا كنت الغير المانية الوحيدة، كلهم كانوا من المانيا، وده كانت اول مرة تقريبا تحصل ان حد من مصر يروح يدرس في المجال ده في الجامعة الفيدرالية دي تحديدا قيادة الكورال. تجربتك في الصعيد تجربة ملهمة، وكمان الملهم ان الصعيد دلوقتي بدأ يعني ينبئ بانه مجرد اهتمام بسيط قوي مع إرادة ممكن حق كتير. وشفنا فيلم رفعت عيني للسماء من الصعيد، راح كان وحاصل على جائزة العين الذهبية. هل شايفة أن ممكن الكورال المصري ممكن برضو يخوض هذه التجارب من الصعيد، من الجامعات اللي بتتعامل معها، ويرفع اسمنا في محافل دولية زي ما حصل على مجال الفن السينمائي؟ أنا متأكدة أن ده هيحصل في وقت قريب جدا، لأن أنا شفت موهبة كبيرة جدا في الصعيد وفي اسكندرية وفي مصر. يعني إحنا عندنا من الأطفال كبار مواهب كبيرة وأصوات هايلة، ولما تتجمع كلها في كورال يعني ده ممكن يبقى أحسن وأحسن. وأكيد أنا متأكدة أن احنا ممكن ندخل يعني مسابقات للكورال، في مسابقات انترناشنال للحاجات دي، فده أكيد هيحصل قريب. وكمان الكورال بتاع الصعيد هو أوريدي بيشترك في مهرجانات برا مصر، يعني في فرنسا اللي أنا كنت بمرنهم عليه ده، هم كان عندهم عروض يعني في فرنسا، وعشان كده كنت بمرنهم على الحاجات اللي هيغنوها
معناه. هو اصل ناس كتير قوي بره يعني، حتى فرح ديباني اعتقد وفاطمه سعيد اصلهم من الاوبرا المصريه وتم تدريبهم على قد برضو ناس من مصر بعدين سافروا. مظبوط. فان شاء الله هل عندنا فرصه ان احنا نعمل غيرهم من اكيد من ارتوكيا بقى المره الجايه؟ وفاطمه الاثنين خريجات مدرسه الماني، فاحنا عندنا اهتمام كمان بزياده شويه بموضوع الغنى والكورال والموسيقى، فهيطلع اكيد ناس تانية كمان بالنسبه لهم ده ايدل، يعني ان في حد كده وصل للاماكن دي، فاكيد هيبقى في اطفال هيستفادوا من الكورال وكمان الغنى السولو يعني عشان يستمروا في التخصص بتاع الغنى والموسيقى عامه. لسه بتغني ولا مركز اكتر في قياده الاوركسترا او الكورال؟ لسه بغني وبحاول اتجه لانماط مختلفه واجرب حاجات تانية زي الجاز والبوب، وعشان يبقى ليا يعني ابقى عارفه في حاجات كتير مش بس الاوبرا. قعدت فتره طويله مهتميه بالاوبرا وهي بالنسبه لي يعني اكتر حاجه محببه ليا، بحب اغني النوع ده من الموسيقى. هو زي ما حضرتك قلتي يعني الاهتمام بالاوبرا في مصر يمكن يعني حاليا بيزيد شويه، في اشخاص مهمين جدا على راسهم مايسترو نايب ناجي بيحاول ينشر يعني ثقافه المزيكا الكلاسيكيه والغنى الاوبرالي في مصر، ودي حاجه مهمه جدا لان احنا بعيد شويه عن اهتمام الناس بالنوع ده من الموسيقى. لكن انا برضو عايزه اقرب للناس وعايزه اقرب للحاجات اللي طبيعي جدا ان احنا بنسمعها وبنتعرض ليها زي البوب والجاز والحاجات دي، وحبيت اجرب الحاجات دي وحاليا يعني متجهه شويه في السكه دي. انا مبسوطه ان عندك مسؤوليه مجتمعيه، يعني هو العلم، هو الموسيقى علم برضو غير انها فن، ايه يعني علم، فخيركم من تعلم العلم وعلمه، فانت بتعملي حاجه شبه كده انه انت عندك الاساسيات دي بتحاولي تنشريها بالاطفال في تاسيس مركز للموسيقى. هل ده بيشبع يعني احتياجاتك الذاتيه؟ بتحسي ان بتنقلي خبره وبتنقلي تجارب علشان ناس كتيره تطلع في هذا المجال وتستمر؟ انا شايفه ان احنا لازم يبقى عندنا ثقافه نقل المعلومات للغير، لان احنا في الاخر مش موجودين طول العمر، ولازم يبقى في اجيال موجوده بتتعلم وبتستفاد من اي خبره حد اخذها في حياته في كل المجالات. يعني انا مركزه في موضوع الفنون، عندي في ارتوبيا يمكن اكتر من 20 مدرس كلهم درسوا وكلهم معاهم شهادات، فاكيد عايزين يدوا المعلومات اللي عندهم دي للجيل الاصغر، لان اكيد الجيل الاصغر ده هيطلع برده كده عنده معلومات وعنده ثقه في ان هو عارف هو عايز ايه وعارف يدرس ايه وهكذا، يعني بتبقى الاجيال بتسلم بعضها. اخيرا بقى يعني رساله كده الى من يهمل في حصص التربيه الموسيقيه ويعتبرها حصص غير اساسيه، ويعني حاجات كتير بتحصل كده مش عايزينها في المدارس، فتقولي ايه للناس، قولي للاهالي اللي لابد انهم يشجعوا اولادهم على الفنون؟ من الحاجات المهمه جدا اللي افادتني في حياتي ان احنا في المدرسه زي ما قلت يعني بنهتم جدا بالفنون، وانا شايفه ان كل المدارس في مصر لازم يبقى عندها الاتجاه ده، لان الفنون مهمه جدا للاطفال وبتفرق في شخصيتهم وبتفرق في ثقتهم في نفسهم، ومش بس مجال الموسيقى، كل المجالات التانية. فانا شايفه ان مهم جدا ان احنا يبقى عندنا الاتجاه ده في الاهتمام بالفنون، واذا كان ده مش موجود في المدارس هو ده اللي بيخلينا نلجأ ان احنا نعمل اماكن خاصه بره المدارس يتم فيها تدريس ده. فاتمنى ان الاهالي تهتم بده وتسمع شويه لاولادها هم حابين ايه. اشكرك شكرا جزيلا، يعني جداً. قدوه جميله بنتعلم منها، ودايما لما بيجيبوا لي كده قائده اوركسترا او دكتوره كبيره بحس ان انا هقابل حد كبير في السن فكمان شابه، فده يعني بيشعرني بالامل وان قوه مصر النعامه هي قوتنا الحقيقيه. بشكر انجي لطفي قائد كورال مصريه ومؤسسه مركز ارتوبيا الفنون على وجودك معي. شكرا جزيلا. لسه فقراتنا متواصله مع حضراتكم، وبعد الفاصل من فخر الى فخر، ازاي ممكن المهنه تتحول الى منحه، ازاي ممكن نغير مسارنا وننجح في شيء تاني خالص ما كناش عاملين حسابه لكنه طرأ فجاه واشتغلنا عليه، ده موضوع يعني نقاشنا في الفقره الجايه مع ضيفتنا مهندسه الكهرباء التي تحولت الى مطوره اعمال ورائده اعمال وفنانه في مجال الكروشيه.